لعنة الجغرافيا، هذا حال الدول الحبيسة حول العالم، فهي محاطة باليابسة من كل اتجاه دون أي منفذ مائي مفتوح يسهل تبادلاتها التجارية واتصالها مع العالم. يواجه هذا النوع من الدول معوقات استراتيجية كبطء عمليات التجارة وضعف البنية التحتية ونقص الاتصال بكابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع البحر. عدد الدول الحبيسة حول العالم 45 دولة، بينها 16 في أفريقيا و15 في أوروبا و12 في آسيا، إضافة إلى دولتين في أمريكا الجنوبية. بعض الدول الحبيسة تمتلك ثروات اقتصادية وموارد طبيعية هائلة، ما يعني احتياجها لموانئ لإتمام عملياتها بالاستيراد والتصدير، ولن يكون أمامها سوى خيارين: إما أن تقوم باستئجار بعض الأرصفة في موانئ الدول المجاورة التي تطل على البحر، ما سيترتب عليه فرض رسوم عالية على عبور البضائع، وهو الأمر الذي يسبب في بعض الأحيان خلافات وصراعات. الطريقة الثانية التي قد تلجأ لها دول حبيسة حال كونها قوية هي اللجوء للهيمنة، أو فرض السيطرة على موانئ دولة أضعف منها تحت أي مبرر عسكري أو سياسي أو أمني، وذلك في سبيل الوصول إلى المياه المفتوحة.